لا في كل شيء. اللي موجود في المؤسسة وذلك التحسيس بالأهمية ديال البيئة داخل المؤسسة. يعني كتعرفوا أن اليوم الأول ديال الربيع الآن يعني اليوم الأول للربيع حتى باش يكون التحسيس. إذا بالنسبة للتلامذة بقى غيحافظوا على إذا البيئة والمحيط البيئي داخل المؤسسة ديالهم. إذا اللي كتذكروا على تذكروا السنة الماضية الرحلة اللي درنا، إذا شفتوا المؤسسة الإعدادية ديال فزنا فين وصلوا، يعني غير ولاد تسعة حد تسعة. إذا داروا تجربة يعني اللي مزيانة، إذا بشراكة مع جامعة ديال القضاء عياض، يعني داروا اللي مشي معنا الرحلة راه شافوا دايرين النعناع، وبفضل داك النعناع داخل المؤسسة ودوك لي سير اللي داروا داخل المؤسسة، يعني داروا بهم الإنترنت وبداو كيديروا درهم للساعة بالنسبة للتلامذة اللي مشاو معنا الرحلة. يعني السنة الماضية راه شافوا كل شيء، حميد الخطابي والحسن. إذا الهدف إذا من هذه الحملات باش تحافظوا على المؤسسة، حتى الكتابة على الجدران ما تكونش، حتى يعني تحافظوا على اللي ما لا كاع نديروا الشرطة البيئية وتكون تراقب تشوف بحال هذه المسائل اللي كدار ديال الكتابة على الجدران، حتى يعني اللي يكتب شي حاجة ولا شي حاجة يوصلها للشرطة. إذا لماذا كاع هذا اليوم غادي نختاروا باش نحددوا الأعضاء ديال الشرطة البيئية باش تكون متابعة داخل المؤسسة من داخل التلميذ، لأن إلا ما كانش التلميذ تابع هو اللي كيتبع هذا الشيء راه ماشي بالضروره تكون مراقبه دائما مراقب. لماذا كنشارككم في هذه الانشطه؟ باش بقا تحسوا بالقيمه الاخر، لان انت نقيتيها اليوم راه غدا ما ترميش الاخر، لان تقولها مره اخرى غادي تنقي الاخر. اذا هذا هو الهدف اذا من هذا النشاط ديال اليوم. وشكرا. الى كاين شي حاجه اللي بغى يقول شي حاجه شي تدخل يلا شكون اللي يعطينا شي كلمة ب رشيد؟ لا رشيد، يلا رشيد يلا.
يلا عطينا كلمه علاش تقوموا بهذا الحمله ديال النظافه ديال السواس عرفت يلا سيو الشحيت يلا سيو الشحيت كنشكر تلاميذ الثانوي التأهيلي أبي دير الغفاري، كنشكر نادي البيئة ونادي حقوق الإنسان على هذه المبادرة لتنظيف المؤسسة والمحيط المؤسسة وغرس بعض الأشجار احتفالا ببداية الربيع لسنة 2014. وكنشكر أيضا الأطر الإدارية اللي منحونا هذه الفرصة باش احنا نحاولوا نساهموا ولو بقليل في النظافة وفي تشجير المؤسسة التربوية لكي تكون في حلة فعلا ربيعية بالمعنى الواقعي للحدث. وشكرا. احنا اليوم جينا لهنا درنا واحد الحمله تنظيفيه لمؤسسه باقتراب اليوم العالمي للبيئه، وتنشكر كل جماعه التلاميذ اللي داروا هذه الحركه تلميذيه صغيره باش نطفوا المؤسسه ديالنا. وشكرا. هذا النهار قمنا بحملة تنظيفية للمؤسسة بمشاركة مع التلاميذ أولى باك آداب وجدع مشترك باش تكون عند التلاميذ الإحساس والرغبة بالقراءة والمطالعة بزاف. وشكرا على المجهود من طرف التلاميذ والأساتذة المشرفين على الحملة. نعم اليوم نكوني حملة في نظافة الكوليج وانا رسني من غاودة الأساتذة أنا يرون ديال المجهود أنضم نشرة أنا فادة الوريخ في المؤسسة هذا سبوتور الكرة فادة هنا أرسو ترغي التلاميذ هذا حفظنا وني دخفة ونسا تسيك اللي فهمه وني دخفة ونسا فادة حطفنا في النظافة اليوم العالمي دلغين يد فودة أرنزرع تفرخين أرنزرع تفضاز أرتمنى إن شاء الله أخويا سبوكاسا تحتفل أخويا يدوز إن شاء الله ارسني مير التلاميذ نادوا في حطم دا شوفوا.